السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب لقد بدأ عصر الذكاء الاصطناعي، تأليف بيل جيتس، ترجمة القاضي طاهر أبو العيد. الذكاء الاصطناعي ثورة هائلة تحاكي ثورة الإنترنت. أنا مش هقرأ، أنا هاخد بعض النقط كده المهمة وأعلق عليها وربنا يسهل. فبيل جيتس بيقول في حياته شاف عرضين للتكنولوجيا، حس إن هما حاجة ثورية، حاجة هتغير تاريخ العالم. أول مرة كانت 1980، لما اول مره يشوف واجهه مستخدم فيها رسومات. الاول كانت حاجه كتابات، فهو بدا يعني يفكر ان هي تتعمل بشكل سهل الناس كلها تقدر انها تستخدمه. فبدا يقعد مع الراجل اللي هو وراه العرض التوضيح دوت، اسمه تشارلز سيموني، وبداوا يتبادلوا الافكار. وبعد كده تشارلز ده انضم لمايكروسوفت واصبحت الويندوز اللي قدرت تدخل كل البيوت. يعني زمان كان تصور ان يعني الكمبيوتر ده هيبقى كل شركة فيها كمبيوتر، دلوقتي بقى اصبح كل بيت فيه 5 6 كمبيوترات. تمام، بيقول لك بقى انا الكتاب تقريبا معمول يعني ممكن 2022، بيقول لك لما التقى فريق الاوبن اي اي اللي هو من عام 2016 حس ان عندهم تطور رهيب جدا. فهو قال لهم طب انا عندي يعني التحدي ده، يعني لو انت عملتوه انا هقتنع باللي انتوا بتعملوه وهدعمكم ب 3 4 مليار كده، يعني تعرفين يعني. تمام، طبعا في ناس اقوياء في الذكاء الاصطناعي بكتير، لكن مثلا جوجل متخصصه مع المخابرات الامريكيه والمخابرات كذا دوله بتعمل لها التكنولوجيا اللي هي عايزاها، فهي كانت بتكسب كتير جدا، فما كانتش عايزه تطلع التكنولوجيا غير لما حست ان البساط هينسحب من محرك البحث، اكثر حاجه بتكسبها من محرك البحث. فبدات تدخل الذكاء الاصطناعي وبدات تقول لا ده انا عندي ذكاء اصطناعي وشوفوا الذكاء الاصطناعي اللي عندي والحاجات دي كلها، لكن كانت هي مخصصه للحاجات العسكريه. طيب قال لهم انا عايز تحدي في علم الاحياء. في كذا ملياردير في وادي السيليكون مهتمين جدا بعلم الاحياء، لانه بيقول لك ممكن نعمل تكنولوجيا تضمن ان احنا نعيش 200 سنه. نقدر، مش بيعمل خلود، لا هو بيعمل ايه، بيحارب الشيخوخه وبيحارب التجاعيد وبيحارب الحاجات دي، لكن لا قدر الله في حادثه سياره خلاص ما ملهاش علاج يعني. فدي اكتر المليارديرات بيقول لك طب ما انا ممكن اصرف لي كام مليون كده ويمكن نقدر يعني نزود متوسط حياه الانسان في العموم يعني. تمام، فهو مهتم بالنقطه دوت وبيصرف كتير على الابحاث ديت. فهو قال لهم في اختبار معين شوفوه، حاجات طبيه في علم الاحياء. فبداوا فعلا ان هم يغذوا الذكاء الاصطناعي، وبعد كده يعرضوا عليه اسئله، بشرط ان الاسئله اللي يعرضوها عليه ما تكونش هم يعني ما يكونش هو حافظهم او سالوا قبل كده او هو عارفهم، لا ده بيجهزوه من كتاب معين ويبداوا ان هم يسالوا الاسئله دي. فمثلا ممكن تديله كل اسئله البي ام بي، الاختبار بتاع اداره المشاريع، يجاوبهم لك كلهم. مع الوقت بدأ خلاص ممكن نجيب 100% في النتائج. تمام، بدأوا يسألوا شوية أسئلة. طب بعد ما خلص الاختبار وخد أعلى درجة ممكنة، سألوه سؤال، تقول إيه الطفل الأب مع طفل مريض، بتزيد تبلغ الأب إن ابنك عنده كذا كذا. فاديله إجابة قوية جدا عجبتهم كلها، وحسوا فعلا إنها إيه مكتوب بشكل كويس أو تتقال بشكل كويس، بحيث إنها تخفف ألم الأب يعني. فهو بيقول لك إن في تطور كبير جدا، يعني الذكاء الاصطناعي ده هيبقى يغير كل حاجة، يغير طريقة الموبايل، يغير طريقة الكمبيوتر. ففي الفترة دي راحت مايكروسوفت استثمرت في الأوبن إي آي. تمام، فهو بيفكر، هو بيقول لك إن هو دلوقتي مخصص نفسه للعمل الخيري، خلاص ساب مايكروسوفت بقى ومتخصص في العمل الخيري. فبيقول لك الذكاء الاصطناعي ممكن ودي الحته دي اللي عجبتني قوي، عشان كده قلت لازم نتكلم عن كتاب سريعا، يعني ان في 5 مليون طفل دون سن الخامسه بيموتوا كل عام. تمام، اقل من 10 ملايين قبل عقدين من زمان، يعني التطور كانوا 15 مليون بقى 5 مليون، لكن ما زالك رقم صادم، عشان هم اتولدوا في بلدان فقيره وبيموتوا باسباب سهل للعلاج في الدول المتقدمه زي الاسهال والملاريا. الملاريا دي ممكن تقضي عليها بان انت هي لها دورة حياة، فلازم تروح النهر. فلو انت عملت عازل على النهر، عازل المية تشرب كل حاجة لكن ما يقدرش يحط البيت بتاعه على النهر، كده انت قضيت على الناموس اللي بين الملاريا. يعني في طرق سهلة
ممكن تتعمل لكن محتاجة استثمارات. فازاي الذكاء الاصطناعي ساعدنا في حاجة زي كده؟ تمام. ليه ما نستخدمش الذكاء الاصطناعي في ايجاد حلول لتخفيف الأزمة في فلسطين وفي غزة؟ يعني ما بنقولش ان الذكاء الاصطناعي هيعمل حاجة توقف الحرب، لكن يقدر يقول لنا على افكار واقتراحات نقدر ان احنا نستخدمها في توفير الطاقة، توفير المية، الأبنية، افضل طرق للبناء وهكذا. مشكلة تغير المناخ، الذكاء الاصطناعي تأثيره سيء على تغير المناخ. تأثيره سيء من ناحية ايه؟ من ناحية الأجهزة الضخمة اللي هو بيستخدمها، الطاقة، التبريد، يعني عبء على المناخ. فاحنا المفروض بقى نبدأ نستعين بيه ونسأله ازاي ان احنا نحسن المشاكل اللي موجودة، ونقدر ان احنا نوجد حلول لمحاربة المناخ. نبدأ نقول مثلا والله في مشكلة في الطاقة، طب ايه حلول الطاقة الشمسية غالية، طب قول لنا حلول، وهكذا. نبدأ ان احنا نستغل الذكاء الصناعي في ايجاد حلول للمشاكل اللي موجودة. فبدأ يقول لك ايه، احنا اتكلمنا كتير عن الذكاء الصناعي، ايه هو الذكاء الصناعي؟ قال لك هو نموذج عشان يحل لنا مشكلة معينة، بنعرفه الانبوت والاوتبوت فيوجد الخوارزمية، بحيث لو ادينا له اي انبوت يقدر يتصرف معاها ويطلع لنا الاوتبوت. فانت ممكن تستخدمه استخدام يوزر عادي، ان انت بتسأله اسئلة فهو بيبدأ يجاوبك عليها، او تطلب منه يعمل لك صورة معينة يبدأ ان هو يعملها لك. فهو كان حلم من سنة 1950 لما بدأ يفكر في الذكاء الصناعي، بدأ يفكر في الكمبيوتر، قال لك ليه ما نعملوش زي الانسان، زي مخ الانسان ويبقى فيه خلايا عصبية وهكذا. اتذكر الايام الاولى ثورة الحوسبة الشخصية، كانت صناعة برمجيات صغيرة جدا، كان قليل قوي اللي يفهمها، دلوقتي بقت صناعة عالمية. فالذكاء الصناعي نفس القفزة، بعد فترة هتلاقي كله بيستخدم الذكاء الصناعي، خصوصا ان هو اصبح سهل جدا. وبيقول لك ان البشر حتى الان لا يزال افضل من GPT، لكن هو بيتطور بشكل رهيب جدا، وعنده قدرة على التعلم المستمر، وهو بيتدرب مع الشغل مع الانسان. فلازم نخصص الذكاء الصناعي يعمل ايه والانسان الطبيعي يعمل ايه. وبيقول لك ان خلاص هيبقى كوبايلوت، مساعد طيار كوبايلوت مدمج، موجود اصلا في الويندوز دلوقتي، يعني لما تدوس على زرار كده هيطلع لك كوبايلوت تقدر تسأله اي سؤال. لو مش طبعا عندك سلطة بالكوبايلوت بتلاقي فيه شوية فوائد كتيرة كويسة. بعد فترة هيبقى في ذكاء صناعي خاص بك انت، ما بيعملش حاجة غير لك انت، يعني خلاص الذكاء الاصطناعي ده مخصص لعمر، يعني بيرد على الايميلات بالطريقه بتاعت عمر. يعني الذكاء الاصطناعي موجود لكن في لكل ايميل في كده كوبي يتعلم منك انت بترد ازاي. انت متعود مثلا تنقل رساله تقول لي خالتي بتسلم عليك، فهو خلاص حفظ او مع السلامه كده، فيبدا يحفظ ايه الطريقه بتاعتك. فالناس كلها تستفاد منها وتبقى حاجه اساسيه في الشغل. طيب والصحة، زي ما قلنا ان هو من ضمن الناس اللي مهتمة جدا بموضوع الصحة، وبيدعم الموضوع ده بشكل قوي جدا. بيقولك ان في البلاد الفقيرة ممكن ما يكونش عندهم امكانية لزيارة الطبيب، حتى في بعض الدول الافريقية اللي هي تعامل مع دول افريقية كتير بيبقى في حاجة اسمها الطبيب تحت الشجرة، يعني انت مش هتقدر تجيبه للمستشفى، انت بقى المفروض بتروح له والمريض ده قاعد مثلا بيزرع بتاعه، تقول له طب تعالى على جنب كده وتكشف عليه. طبعا مش هتقدر تاخد الاجهزه ومفيش الات موجات فوق الصوتيه والحاجات دي كلها. فمع الذكاء الصناعي هيبداوا ان هم يبقى فيه سهل ان انت تبقى صغيره تقدر ان انت تنقلها. طبعا في امراض خاصه بالدول الافريقيه مختلفه، يعني حتى الناس في مثلا زي التستسي، لما بتقرص واحد من افريقي مش بشبه الجنسية، بس هو خلاص اتعود على لدغات، وابوه وجده اتعود على لدغات، فبتسبب له النوم لأيام، انما لو واحد اوروبي ممكن يموت في ساعتها. فالذكاء الصناعي هيعمل لنا طفرات، بالذات في مرحلة كورونا بدأوا الذكاء الصناعي يتشاركوا الناس المعلومات كلها، ويبدأوا ان هم يحاولوا يوجدوا حلول. وبدل ما هو مثلا كل يوم بيدرس حاجة، ممكن ان هو يخلي الذكاء الصناعي يدرس له 200 نوع في اليوم الواحد. ممكن تستعين بشات جي بي تي بدل ما تقعد تقرا الكتب، حتى في القانون في الهندسه بدأوا يستخدموا الذكاء الاصطناعي. طيب ايه المشاكل بقى من المخاطر بتاع الذكاء الاصطناعي؟ في ناس كتيره هو حتى الان في عنده حاجه علميه كده لسه بتدرس اسمها هلوسه، ان هو ممكن يخترع لك فنادق مش موجوده او يديك معلومات خاطئه.
ممكن يكون بسبب ان هو مثلا اتضرب غلط او ان هو لازم يجاوب ما ينفعش يقول ما اعرفش. فدي من ضمن الحاجات اللي هم بيحاولوا ان هم يحلوها. ممكن يحكموا هيقول له ما تقولش غير حاجه كوبي بيست، بس ده هيقيد الذكاء الصناعي مش هيخلي عنده ابداع. فهو بيقول لك انا محظوظ ان هو شارك في ثوره الكمبيوتر وثوره الانترنت. فاتمنى الكتاب بيعجبكم، وكملوا معانا ان شاء الله على القناه، ان شاء الله ننزل لكم شروحات حلوه جدا.